الو، مين معايا؟ أنا واحد بيحبك. ارجوك تقولي مين معايا. صوتك ده بيفكرني بأحلى قصيدة كتبتها في حياتي. أقولها لك؟ صوت صمتي بيقول لي أقولها. اسمع يا ستي. طليت تحت صدري لقيتك بردانة من حسي، ولما التقاك الشوق غطاك بدموعي، يعني دفيانة دفيانة. اسمع يا أستاذ عبد المنعم، فلوس تاني ما اقدرش اديك. هات اللي عليك الاول. وحيد هو لسه وزع منها ما جابش الفلوس اللي عليها. بابا سيبك منه، افرح يا وحيد، ارقص يا وحيد، غني يا وحيد. يا يا خير يا بابا، لقيت لك الشغلانه اللي نفسك فيها يا بجد يا بابا. شركه تامين عالميه فتحت فرع ليها هنا في مصر. عالميه؟ ودول يا بابا هيقبلونا؟ ده هيقبلوه غصب عنهم. عارف ليه؟ ليه يا بابا؟ صاحب الشركة كان زميلي في المدرسة. زميلك؟ زميلك؟ تختة واحدة. تعالى. تعمل ايه يا بابا؟ يا رب الله. باب الراحة إن شاء الله حقيقة، بس مين هي؟ أهي. شوف ايه ده يا بابا؟ مين فيكم انت؟ انا ده، وده شوكت مدير الشركه. شفت مايوهات زمان؟ ايه مايوهات ده يا بابا؟ بتاعتكم دي ولا مأجرينها؟ مأجرينها ايه؟ دي مايوهات زمان كنا ساعات نخرج بيها في الشارع. بس ده صغير قوي يا بابا. ما زمانه كبر يا ابني. ده لو شاف الصوره احتمال ما يفتكرش نفسه اساسا. انت بس تقول له انا جاي من طرف فريق فتح الباب، لو ما افتكرش قول له قمر الساندوتش المفتق اللي كنت بتسرقه من شنطته. يا رب يا بابا يا رب. ما هترد يا بابا؟ هترد يمكن استاذ عبد المنعم جاب الفلوس اللي عليه. عبد المنعم مين؟ عبد المنعم بابا في الصاله. ايوه استاذ عبد المنعم، الفلوس اللي عليك. اسكت مش هاجر. خلاص هرد انا. الو الو، ما ترد يا بجم يا حقير. لا لا يا واطي. لا لا يا سافل. لا 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 عيب. الله اقفل السكه، انا مش شمشي يا بابا. دي حرق دم عيب. قلت الو بابا.